انا مثلا عندي هنا على الجهاز عندي منزل داتابيز اللي هي عاوز اشتري بوست جري، ماشي. بوست جري بتشتغل بحاجه اسمها بي جي ادمن، تمام. طبعا هبعت لكم فيديوهات السيت اب بتاعها وكده. دي بوست جري داتابيز من داتابيزز مهمه جدا واللي اهميه عاليه في ريليشنال داتابيزز، زيها زي ماي سيكوال، زيها زي اس كيو سيرفر، زيها زي الاوراكل داتابيز واكتر، تمام. يعني ساعات بتعديهم كلهم في بعض التكنيكال كومباريزونز، بتعديهم كلهم كده في بعض الاحيان، في بعض المقارنات، تمام. او ما فتحتها اللي بس دخل الباسورد اللي انت كنت عامله بيه الداتابيز، او ما افتكره هو باي يوزر، يبقى نحط هنا بيقول لي باي يوزر، يبقى انا كنت عامل باي يوزر، تمام. انا عملت كونكت دلوقتي كده، انا شغال على الداتابيز اللي اسمها البوست جري اس كيو داتابيز. دي داتابيز انا عارف ان منتشره في الوطن العربي قوي، لكن هي من اقوى الداتابيز الريليشن داتابيز، والناس اللي شغاله في البرودكشن تعرف يعني ايه بوست جري كويس، ان هي شغاله على كل السيرفرات، وعلى سيرفرات البي اتش بي، وعلى سيرفرات الحاجات العاديه، وهي فري واوبن سورس ومن اقواهم كمان، فهي داتابيز من الداتابيز المهمه جدا جدا. دي داتابيز، او دي مثلا داتابيز اسمها دي بي 1، انا ممكن اعمل كده عليها مثلا كليك يعني، واقول له كريت داتابيز جديده اسميها مثلا ايه باي دي بي 1 مثلا، على بايثون داتابيز واحد مثلا، واليوزر اسمه باي يوزر، طبعا يو تي اف 8 ومش عارف، طبعا الكريت الاس كيو اللي هو الاس كيو اللي بتاعنا كريت داتابيز واسمها، سواء كنت هتديها بقى مين الاونر والانكودنج او ما تديهاش مش مشكله، والكونكشن ليميت يعني عدد الناس اللي تخش مره واحده، احنا بدينا سالي واحد ما عملش محدده يعني. تو سيف بقى عندنا الداتابيز اهي. طيب طبعا يعني انا مش هجبر الناس كلها اللي شغاله معانا في السيستم ان هي تسطب البوست جري وتشتغل عليه، يعني انا عايز واحده هي اي نوع داتابيز، انت فهمت الفكره وماشي معايا كويس، يا ريت وحابه طبعا كله. فانا مثلا ادي السكيما دي اللي بتبقى منظور معين، او مثلا ممكن يقول السكيما دي مثلا بتاعت شؤون الطلاب، السكيما ثانيه بتاعت الحسابات، طب في سكيما ثانيه بتاعت الكنترول، سكيما هم كلهم اسمهم مدرسه يعني كداتابيز يعني باختصار كده كفكره بقى بسيطه. فانا ممكن ايه طبعا اعمل هنا سكيما اسمها بابليك، قلت له ماشي انا عادي جدا انا جوه البابليك ديت، او دي ممكن تكون اسمها السكول، او اسمها الاكونتنج، او اسمها اي حاجه، فكريت تيبل عادي جدا، فاقول له مثلا تيبل مثلا اسميه مثلا الستودنت مثلا على باي يوزر الاونر، ويعمل السكيما اسمها بابليك وخلاص، كولومز اضيف لها كولومز ستودنت اي دي مثلا، ستودنت اي دي طبعا ممكن اختار نوعها، انواع البيانات قريبه جدا زي انواع البيانات الداتابيز الثانيه، شار وفاريد شار اللي هي كاركتر وفاريبل كاركتر، والانت والنيوميريك يعني الفلوت الديسيمال الكلام ده، وعندنا الديت والديت تايم، يعني الحاجات اللي هي كل الداتابيز متشابهه فيها، تمام. فانا اخترت كاركتر تمام او اكتب كاركتر كامله عشان تديني امكانيات اخرى في الكاركتر كامله، تمام. ويا تشار برضه يعني احنا على تشار كاركتر، قلت مثلا والله كاركتر اربع خانات، قلت لا ما ينفعش الصفات، هو ده البرايمري كي، قلت له ده البرايمري كي بس خلاص. طيب عندك كده قلت له نيم اسم الطالب، اسم الطالب هيبقى فارينج كاركتر، يعني اسمها كاركتر فارينج يعني بار كاركتر، اسمها كاركتر فارينج او فارينج كاركتر، قلت له فارينج، وطبعا ده نوت نوت ما ينفعش تسبورت ده. في مثلا الير السنه الدراسيه مثلا، السنه الدراسيه دي هيبقى يعني انت، في مين الانت بقى، في عنده انواع، في بيج انت وفي سمول انت وفي انت جير عادي وفي مش عارف ايه، في عادي انا اقول سمول انت ده السنه الدراسيه يعني 1 2 3 4 يعني بسيط السنه الدراسيه، تمام. الطالب مثلا ممكن يكون لي تاني الفون مثلا الى اخره. ده
لو مثلا ده اكسبريشن وليكن وعمل سيف خلصنا التيبل بتاعي هو بقى جاهز. انا طبعا ممكن اعمل كده يعني على التيبل اللي عندي ده هو التيبل زي اللي كتبته اسمه ستودنتس. ممكن اقول له انا عايز افيو داتا او اديت الداتا افيو او اديت واقول له اور ريكوردز. طبعا هو ما فيش لسه داتا لكن انا ممكن احضر اضيف هنا ببساطه اقول له اختار رقم واحد اللي اسمه محمد اللي هو في سنه ثانيه رقم تليفون اي حاجه تمام. وادي ممكن اقول مثلا طب رقم 2 الى اخره. وهكذا تمام وخلاص. طبعا السيلكت والفكره بتاعت اس كيو ال بالاساس موجود هو هو مشترك وهكذا. انا ممكن اقدر اعمل اي داتابيس. طب انا لو عايز اخلي بايثون يكونكت على بتاع انا معايا على بايت شارت وانا مش هكتب كود من اول جديد. انا عايز اوضح الفكره وببساطه احنا نستفيد ازاي من اللي احنا اتعلمناه. هل كل حاجه من جديد؟ انا وقتها هتنقل من حاجه لحاجه، هل كل حاجه من جديد؟ هو الموديل بتاعنا هيتغير اه، لان هنا انت محتاج موديل يشتغل على الايه؟ على الـ على البايس على الـ على البوست لينك. فور بي اي بي خلاص بقول انستول. في عندي اللي هو بيشتغل على البوست بي الباكج بتاعتها اسمها بايس جي تمام. في منها فيرجنز بقى زي ما انت عايز. في عندي اللي هو فيرجن اللي هو فيرجن 2 بايس كبي جي ومن هو 2 تمام كبي جي 2 ماشي اوكي. قال لي خلاص انت منزلها، انا كنت منزلها فعلا تمام نزلتها. في منها طبعا ان انت ممكن تشتغل عليها برضو الباينري دي لو انت عايز تنزل اللي هي النسخه اللي شغاله اوتوماتيك يعني ما فيش اي حاجه. ممكن طبعا تبيض بالست اب بيض عشان لو كانت النسخه دي مش معموله قبل بعد. المهم انا نزلت الباكج خلاص. انا نزلت الايه؟ نزلت الباكج. هقدر دلوقتي استفيد من اللي انا كنت عامله قبل كده؟ تعال نشوف. انا مثلا كنت عامل اخد اي مثال يكون بسيط يا ريتنا كنا عملنا ام في عشان اوريك ان انا مش غير حاجه خالص. يعني عايز اعمل نفس التيبل بالظبط بحيث ان انا خليني معلش اعيد تاني احط التيبل بالشكل ده بحيث ان انا عايز استخدم الكود اللي احنا عملناه مع الداتابيز بتاعتنا دي تاني هي هي. فانا بعد اذنكم عامل كده التيبل اسميه او من غير ما اسميه ما احنا ممكن نستخدم الكود. ما احنا مش كنا بنكريت ولا ايه يا شباب؟ مش كنا بنكريت؟ طب انا ممكن اخلي انفذ ده على الداتابيز زي ما كنا بننفذ قبل كده. قلت له ماشي. هرجع هنا تاني على 74 هنا كنا عاملين كونكشن على الماي سيكوال بالشكل ده صح؟ هقول له حلو جدا ده مثال 83 انا هغير في ايه؟ هو جاي عامل ده مثال 84 عملت ايه؟ هو كان الترسم موجود 84 موجود اه. هو ده 84 هو بس عشان ما خدش الاكستنشن فانا هعمل له ريفاكتورنج. ريفاكتور على الرينيم دوت باي عشان اشغل بايثون معايا. اوكي هو ده تمام؟ طيب اولا عشان اعمل امبورت خلاص احنا فاهمين لازم نعمل امبورت للشغل بتاعنا احنا مش ده. مش اللي يعني مش الشغل بتاع الماي سيكوال. فانا عندي ادي بايسكوب جي 2 دي اللي بتخليني دي الموديول اللي بيخليني اقدر اكونكت على الداتابيز بتاعتنا اللي هي البوست جي. السيرفر بتاعنا على اللوكال هوست احنا على اللوكال هوست مفيش كده. الداتابيز بتاعتنا كان اسمها ايه؟ قلت له والله احنا عملنا داتابيز اسمها باي دي بي 1 صح؟ احنا غير بس ما خلينا واحد. اليوزر باي يوزر وكان الباسورد بتاعي باي يوزر برضه في التجربه يعني. انا طبعا اعتبر ما غيرتش حاجه لان دي الداتا بتاعتي اصلا انا بكونكت بس. وهاجي هنا وعامل ايه؟ اعمل كده باي سكوب جي 2 دوت كونكت هي هي خص زي ما هو داتا بيز زي ما هي واليوزر والباسورد. بس داتا بيز بتتكتب هنا داتا بيز كامله في كذا برامتر يعني. او كريمنتري
مش اكتر من كده. طيب وبعدين خلاص خلصنا، انا طبعا هرجع تاني ان هو الكونكشن سكسسفول والكونكت. يعني احنا عملنا ايه؟ ولا حاجه، غيرنا ايه؟ وهنا برضه غيرنا. طبعا البيانات مش هعتبرها تغيير، البيانات ما بتعتبرش تغيير في الكود، بس نجرب. قلت له يلا وريني. تمام، قال لي دوت كونكت از نوت ديفاين، يعني الفانكشن اللي اسمها كونكت دي مش معروفه هنا او مش متشافه هنا في الشغل بتاعنا دوت. يعني حد اللي تحت يا دكتور. نعم، كونكت اللي تحت انت الداله مش موجوده اساسا. يس، هي اسمها كونكت تو ماي سيكوال، انا هغير اخليها كونكت تو بوست جريز او بوست جريز يعني اسمها خلاص. انا هكتبها بوست جريز، انا كونكت على بوست جريز دي على الفانكشن، وارجع عليه ران. هل انا عملت كونكشن؟ ايه الجديد؟ هل ده بالنسبه لنا بقى صعب انك تشتغل مع داتابيز جديده يعني؟ طب لو احنا رحنا، معلش انا يعني هرخم في المثال شويه بس يعني هو جاب جه في بالي كده، لو انا عايز اعمل انستول خلاص هكونكت مثلا على ماي سيكوال. طب ما في باي على اس كيو سيرفر، في عندي باي مايكروسوفت اس كيو دي باكج او موديول بيخليني اقدر اكونكت على السيكوال سيرفر خلاص، هو يبدا ينزله. انا سيكوال سيرفر عندي، مش عارف عندي سيكوال سيرفر لا، ما عنديش المانجمنت سيرفر. لا للاسف هتاخد وقت عندي على السيت اب، انا مش محتاج ان انا اضيع وقت في السيت اب بتاعها. نو نو واي. طيب مش موجود، مش منزل عندي السيكوال سيرفر اسف. لكن اتاكد ان مش موجود عندي عشان ماني. مش موجود. طيب انا نزلتها مثلا، نزلت بتاعت الايه الباي مايكروسوفت اس كيو سيرفر، يعني لو انا مسكت طبعا عندي ما بعرف اشتغل عليها، انا ممكن بعد اذنكم اعمل كده وانا جاي هنا 85. مثال تاني خالص غير المثال اللي احنا كنا شغالين عليه، بحيث ان انا اقدر اكونكت على على اس كيو سيرفر. هاجي اعمل ايه؟ هي اصلا باي من اس كيو ال اهي، ده الباكج بتاعتي اللي انا بشتغل عليها وبقدر اكونكت من خلال السيرفر. وهو السيرفر او ساعات بنكتب يعني بيبقى ليها نوتيشن تاني، لو انا مش شغال حاجه اسمها اس كيو سيرفر ستاندرد اديشن، ولا شغال اديشن مثلا بنحط السيرفر سلاش الكود، او بنعمل يعني ساعات بيبقى السيرفر ممكن يختلف على حسب الاديشن بتاع السكول سيرفر، بس في الاخر هتحط الداتا بتاعتك هنا. لو انت شغال على السكول سيرفر كامله هتحط كده زي ما انا حاطط كده بالظبط. تمام؟ المهم الداتا بيز زي ما انت مسميها هناك، واليوزر والباسورد زي ما انت مسميهم هناك عادي جدا. يبقى عندنا الداتا بيز واليوزر والباسورد والهوست. طب وهنا هعمل ايه؟ بتاع السكول سيرفر هنادي على الباكج اللي اسمها باي ام اس اس كيو ال. خلاص الام اس اس كيو ال بتاعتنا اللي هي السكول سيرفر. تمام، قلت له كونكت، اديته الهوست، اديته الداتابيز، اديته اليوزر، اديته الباسورد. هوست يوزر وباسورد وداتابيز هم. وما اجي نادي هنا على كونكت تو السكول سيرفر وخلاص. طبعا هو ما بيكون دلوقتي السيرفر مش موجود اصلا، لكن هو ما عندوش مشكله يعني، هو لو السيرفر موجود والداتابيس نازله هيقدر يشوفها. لكن طبعا هيحاول، تلاحظ ان هو اخذ وقت، اخذ وقت. بعد كده قال لي انا دورت على الداتابيس بتاعتك كسيرفر خلاص، وانا ايه انيبل تو كونكت، مش قادر اكونكت، والسيرفر بتاعك ادابتف سيرفر از ايه ان افيلبل، مش متاح، انا مش لاقيه، اور داز نوت اكزيست، او مش موجود اصلا. خلي بالكم، وطلع لي ايرور ان السيرفر مش موجود، لكن معنى الايرور ده ان الكود صح. يعني معنى الايرور ده ان هو دور على السيرفر بتاع الاسكو سيرفر بس مش لاقيه، وهو فعلا مش موجود عندي. خلاص، لو هو كان موجود كان هيكون نكت بس وخلاص. فالموضوع ما هوش مستحيل ولا حاجه. موضوع بسيط. طيب لو انا رحت على الاكزامبل ده كان بيكريت تيبل على مين؟ على ساعتها على ماي سيكوال. طب انا هاخد منه
هاخد منه كابل كده على 76 86 اكزامبل تاني خالص ومش هكونكت من الماي سيكوال دي انا هكونكت من الاكزامبل 85 ده اللي احنا كنا عاملين اسمه كونكت تو اسكرو سيرفر لا مش عايزين نقول اسكرو سيرفر عايزين مين عايزين اللي هو ده كونكت تو بوست جريز اللي هو اكزامبل 4 فانا هاجي اقول الاكزامبل كام 84 هتنبورت ايه قلت له كونكت تو بوست جريز هو ده الاختلاف ولما اجي نلعب فانكشن هتنادي على كونكت تو بوست جريز صح تمام دروب تيبل اف اكزيست اسمه امبلي ده صح الامر بقى كده زي ما هو زي ما كان في الماي سيكوال هو زي ما كان في البوست جريز ما بيتغيرش كما هو كما نحن تمام ما غيرناش شيء طيب هقول له كرييت تيبل اسمه امبلي اديناه الاي دي تمام كاركتر بنظبط الكلمه كامله بس كلمه كاركتر كامله عندنا في الفرق ان احنا بنكتب الجمله هنا اسم النوع البيانات كامل نوت نال برايمري كي از ات از النيم var كاركتر ما بتكتبش كده عندنا var كاركتر بنكتب كاركتر عادي كنوع بيانات وبنكتب عليه لو احنا عايزينه varying يبقى نكتب ايه varying عشان يبقى ايه stretching وبنقدر نعمل عليه varying كاركتر عادي كده نوت نال از ات از جاوب قلنا خلاص بس ما بدل var كاركتر اسمها كاركتر varying تمام وخلصنا السالري بقى بنكتب الديسمال عندنا اسهل حاجه عندنا اللي هو الري تمام ده معناه رقم فيه كسر ده فين؟ ده في الايه؟ في البوست يعني ايه اللي غيرنا؟ غيرنا انواع البيانات وفعلا انواع البيانات بتختلف من بيزنس لاخر كمسميات لكن الفكر برضه واحد الفكر برضه ما زال واحد يعني كاركتر بدل بلد شهر بدل فار كاركتر هنا بتكتب كاركتر فاليو والديسمال هنا اسمه ريل وخلصنا انواع بيانات وخلصنا وبعدين قلت له نفذ الامر الاول نفذ الامر الثاني وقول لي اكتبه الكريت وخلصنا ايه اللي انا عملته ولا حاجه انواع البيانات غيرت وبقيت بشاور على البوست جديد هل بقى كل الاكواد هتشتغل بينا نجرب بسم الله نعمل كليك كامل ونقول له ران لاحظوا قال لي كونكشن سكسسفول قال لي امبلي تيبل كريتد وكليرد اند كريتد سكسسفول قلت له هنرجع ونشوف على الداتابيز نفسها لو رجعت هنا ادي داتابيز السكيما بتاعتنا واحد في تيبل للسنت بس قلت له ايوه ماشي بس اعمل ريفرش للداتابيز عشان الداتابيز تحس بالجديد ريفرش او عشان الابلكيشن هنا يشوف اللي هو اسمه بي جي ادمن ده يشوف الجديد ما شافش الجديد صح ليه لان احنا هنا بنكبر في الـ في الماي في الـ اسمه ايه في الـ في البوست جرين ان احنا الكوميت يعني كنا بنكوميت احنا جوه في الـ واحنا شغالين على ماي سيكوال لكن يقول لك لا اعمل كومنت احنا اصلا فاهمين كومنت صح ولا ايه؟ كومنت يعني احفظ اللي احنا يعني عايزك تسيب اللي احنا عملناه بس مش اكتر من كده كومنت كونكشن دوت كومنت قبل ما نقفل الايه السيستم بتاعنا وتعالى نعمل ايه كمان ونرن تاني قال لي نفس الرساله